شركة سهام للتأمين حققت خلال سنة 2015 رقم معاملات إجمالي بلغ 3773 مليون درهم، أي بزيادة 2.5% مقارنة بسنة الماضية. كما سجلت الشركة تحسنا في مؤشراتها التقنية والمالية بنسبة 5.9%. En 2015, Saham a fait un résultat extrêmement positif puisque nous avons une croissance du résultat net de près de 6% dans un marché qui est difficile puisque à la fois sur la croissance, le marché a cru très faiblement en 2015 et en plus de cela, le marché action était en baisse significative. Malgré cela, la compagnie a réussi à dégager un résultat en croissance de 5.9%, quasiment 6. وهاد النتائج كانت جد حسنه بما ان رقم المعاملات وصل 3.773 مليون درهم بواحد نسبه الزياده اللي هي 2.5%. وهاد نسبه الزياده ملي كنشوفوا التامين على غير الحياه هي زائد 3.1%. وهاد الزياده ما كايناش غير في رقم المعاملات، كاينه حتى في الارباح، بان الارباح ديال الشركه وصلوا 340 مليون درهم في 2015 مقابل 320 مليون ديال الدرهم في 2014. هذا وقد وقعت مجموعة سهام للتأمين عقد شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية في وقت سابق من أجل تسويق المنتوج الجديد للتأمين الفلاحي باسم تأمين المحصول. La convention que nous avons signée avec les agriculteurs a été, à l'initiative de la compagnie, elle a été stoppée le 20 janvier, en attendant que d'autres assureurs manifestent leur intérêt pour rentrer dans l'assurance des agriculteurs. À aujourd'hui, au 9 mars, il n'y a pas eu de manifestation claire d'autres acteurs pour le faire. Donc nous espérons que nous serons en mesure de reprendre cette activité dans les quelques semaines à venir. ووعيا منها بمسؤوليتها تجاه الزبون، ستواصل مجموعة سهام للتأمين جهودها من أجل البصم على سنة جديدة مليئة بالنتائج الإيجابية. الوغ 2016 كنظنوا ان شاء الله انها غادي تكون على نفس المنهاج بحال 2015، ان نسبه النمو غتكون ان شاء الله متوازيه مع النمو ديال قطاع التامين في المغرب. وكما كتعرفوا ان اخيرا عقدنا واحد العقد مع شركه كريدي دو ماروك اللي تمكننا في نطاق التأمين على الحياة أننا يكون عندنا واحد النمو كبير في هذا القطاع هذا اللي غادي يجي بزيادة على القطاعات الأخرى اللي برهنا عبر السنوات الأخيرة مدى الفعالية ديالنا فيها. وبالنظر إلى النتائج المحققة، قرر مجلس إدارة سهام أن يقترح على أنظار الجمع العام العادي توزيع الأرباح برسم 2015 بما قدره 40 درهما للسهم الواحد، أي ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بسنة 2014.